هادي عامر، صار لي مرحل 6 شهور وما يمكن لك اصفر، ورأيي كله نظامية، كمك لونه اصفر، يعني لا لي مخالف ولا مساوي شي ولا عامل شي. انا اجبروني قتلوني وضربوني بصموني وكبوني على معبر باب الهواء، ومرتي وبنتي باسطنبول بتركيا. اسمي احمد اسماعيل، ترحلت بتاريخ 29/3 ومعي كملك اصفر نظامي، محدث بيانات نظامي، اموري تمام وما علي اي اشكال بتركيا، وجبرت على توقيع العودة الطوعية. كان ابراهيم محمد كمشنا باسطنبول وتسفرنا على معبر باب السلام، السبب ما نعرفه، جابونا على اوراق ما نعرف نقراهن ووقعونا اجباري وبصمونا قصب ما عنا، يعني ما طلع بيدنا شيء، وكمالكنا نظامية وما علينا اي مشاكل خالص، قضبونا وسفرونا، السبب ما نعرفه. أول شيء الطريقة غير صحيحة، يعني بطريقة كأنه نحن مجرمين أو سفاحين أو قطاع طرق، بيأخذوا على الباص ويتم اعتقال الشخص وما يسمى كلبشته 18 ساعة، ممنوعين أنه يشربوا، ممنوعين أنه يأكلوا، حتى ممنوعين يدخلوا إلى التواليت. أنا صاحب محل موبايلات في ميدان أسنيورت، إجا ابن أخوي لعندي على محلي ويحمل كملك اسطنبول، فدخل الشرطي او بالبوليس او اللي عم يستدعي على الكمالة، قال له معك كملك اسطنبول؟ قال له معي، فرجاه كملك اسطنبول، رغم ذلك اخذه على الباص. مع ابوه، مع ابوه. Thank you.